عايزة أسألك بقى، كنا بنتكلم في الانترو على فكرة ان الناس بتتأثر بالفصول او بدرجات الحرارة. في ناس بتبقى المود بتاعها مش مظبوط في فصل معين سواء شتاء او صيف او غيره، وفي ناس درجات الحرارة نفسها بتتأثر بيها جامد. هل ده بقى ليه علاج معين؟ ما زي ما احنا قلنا ليه بقى؟ لان في الصيف، لو احنا بنتكلم على الصيف زي ما هي بدأت كده درجة الحرارة والايام اللي احنا فيها دي موجة ودرجات حارة. الحرارة العالية قوي على العالم كله، الشمس هي مصدر الطاقة لكل طبعا الكون، طبعا تمام؟ بس التعرض لدرجات حرارة عالية جدا بيجيب نتيجة عكسية على الجسم. يعني ايه درجة حرارة عالية؟ كل درجة مئوية فوق ال20 انتي في الدرجات العالية. فشوفي احنا بقى الدبل احنا وصلنا امبارح بالظبط. تقريبا ل50 حاجة. ايوه، احنا بصي درجات عالية جدا، فاذا انا عالي قوي. ده بيعمل ايه؟ بيشتغل على الجهاز البيولوجي، الساعة البيولوجية للجسم، فبيأثر على الهرمونات، افراز الهرمونات، بيقلل السيروتونين هرمون بتاع السعادة، بيقلل الميلاتونين هرمون بتاع النوم، بيزود الكورتيزول. الكورتيزول ده بتاع ايه؟ التوتر توتر، والوتر. وبتاع الجهاز السيمباثاوي اللي قلناه في الجزء الاول. بالظبط، فاذا انا لازم اجيب الشخص ده لتحت. عشان نعملها كده ازاي؟ الناس في الصيف بتتوتر. لازم اشرب ميه كتير جدا، 75% من جسمي ميه، ميه. فانا لازم اديله الميه. ليه؟ لان الجسم في ساعه التوتر وزياده الكورتيزول يقول للدم، يديله امر كله اهرب على الجلد. ليه؟ عشان الجسم يعدل درجة الحرارة. ربنا سبحانه وتعالى عامل جسمك جوه بيعدل درجة حرارته، وإلا هتأذي كل الأورجنز الاورجنز اللي جوه، تمام؟ فلازم يحافظ على درجة حرارته 36.5 37، ملوش دعوة درجة الحرارة بره إيه أو أنت هيحصل لك إيه. طبعا. فيودي الدم كله على الجلد عشان يطلع في صورة إيه؟ عرق، تمام؟ تمام. فأنا لازم أعوض ده بإيه؟ بالمية. السوائل. السوائل، الاكل لازم برضو ان انا اقلل السكريات والنشويات. ليه؟ لان كل ده بيعلي الانسولين، فبالتالي بيعلي الكورتيزول، وانا اصلا مش ناقصه. لازم اقعد في تكييف او مروحه او مكان يبقى فيه هواء. هوية. ما ينفعش اقعد في الحر ده واعرض جسمي لده. ايه كمان؟ النوم. ده ان الحر ده بيأثر على النوم، لازم اعيش او انام في درجة حرارة كويسة وانام بدري، لان من 10 ل 12 بيبتدي يتفرز هرمون الميلاتونين اللي هو اصلا نازل بسبب ارتفاع درجة الحرارة. انا ممكن اعوضه بالنوم بدري. ازاي؟ كمان ان انا انام في ضلمة تامة، ما عشان يبقاش ادخل في بقى مرحلة النوم العميق، بالظبط كده، ما لازم يبقاش ادخل نوم تضييع ساعات وخلاص. طب بالظبط. عايزة اسألك، في ناس على العكس بتبقى عندها طاقة زيادة او تقدر تبقى اكتف اكتر في فترات الصيف وفي درجات الحرارة العالية. انا بس انتي بحب الصيف. اعرف ماشي، بس انتي فين؟ يعني لو في درجة حرارة بره زي 40 و50 استحالة هيبقى عندك طاقة لا، تعملي حاجة. مش في الطاقة دي، في طاقة الساحل يعني. اللي هو ما على هو ليه البحر بقى 40 الساحل؟ و50 بس قعدني على البحر. ايوه، ما هو ليه بقى الساحل؟ عشان البحر، عشان الملح اللي موجود في البحر بيشد كل الطاقة السلبية اللي السلبية موجودة في الجسم. والدوس على والرجل الرملة بالظبط، حافي. الرجل حافية على الرملة أو الحشيش، بتتواصلي مع طاقة الأرض، فبتسحب كل الطاقة السلبية أو الشحنة السلبية اللي موجودة في جسمك. فده عشان كده بيبقى عندها انرجي. لكن هاتيها هنا في القاهرة وطلعيها بره دلوقتي، استحالة يعني يبقى مثلا عندها لو طاقة. حد يعني أنا متوتر وقاعد في البيت دلوقتي عنده جنينة مثلا، اطلعي حافية يطلع حافي وتمشي ويمشي على النجيلة. عندك شجرة، احضني الشجرة. اوكي، احنا بناخد طاقة من تخيلي مثلا النبات. حد معدي بالعربية شايفني حاطة شكر. انت عارفة الشعب المصري مش هيسيبنا يا في عيني حالنا. كانت مذيعة طيبة وكده. مالها الست دي فيها ايه بقى؟ ايوه، بتستمدي طاقتك من الحاجات الحيه من ومن الطبيعة الارض ومن طبعا. الشمس، من الهواء، من ملح البحر. انت نزولك البحر بتطلعي مبسوطه وهاديه تماما. صح. لعبك على البحر برضو بيعمل جريان في الطاقه. طبعا. المهم جدا ان احنا نتحرك، لان الحر بيخليكي مهبطه وقاعده. تلاقي الست في البيت قاعده مش قادره اقوم اشغل الغساله حصل. حتى، مش قادره. ايوه. فانا لازم اتحرك، لازم احرك جسمي، لان حركه الجسم بتعمل جريان للطاقه في الجسم. طبعا. فحتى هتلاقي ابراهيم الفقي مثلا يقول لك الصبح كده اول ما تصحي خدي كام نفس عميق، وهاتي ايديكي الاتنين كده
شبكيهم في بعض وخدي انا هجربها. نفس عميق وطلعيه بره، وخدي نفس عميق طب ليه يا وطلعيه سهى انت متوترة بره. على فكرة؟ لا انا تمام. بتشغلي النصين بتوع الجسم، بتشغلي الفصين بتوع المخ، وبتعملي جريان للطاقة. حركة رجلك، مجرد تعملي بس كده، تحركي رجلك، كل دي بتعمل جريان للطاقة. يعني بتشيل الصدمات. المية مهمة جدا، الكلام اللي بتقوليه لنفسك مهم جدا. السوشيال ميديا مشكلة كبيرة جدا، بتزود التوتر والقلق. في ناس تعرف تستخدمها صح وفي ناس تعرف تستخدمها غلط. يعني لما اقعد ابص لها واقول اشمعنى فلانة ناجحة وجاي المقارنات. لها معرفش ايه ومسافرة فين وبتاكل ايه، كل ده ضغط نفسي عليا. صح. طب عايزة أسألك دلوقتي، احنا كلنا بتعدي علينا فترات زي ما بيقولوا كده فاقدين الشغف، مش انا مش قادر اعمل اي حاجة، انا فقدت الشغف حتى في الحاجات اللي انا بحبها، يعني بتكلم على بلسان حال اشخاص كتير قوي، يعني انا احنا كتير ساعات كتير بيحصل، بتروحي بنحس ان انا احنا الشغل حتى مش لو شغلك مبسوطة. انت بتحبيه ومبسوطة بيه وكل حاجة، بس احيانا بتبقي فاقدة الشغف ان انت تعملي اي حاجة. ازاي ارجع الشغف من تاني، وازاي ارجع الطاقة دي تبقى جوايا تاني عشان اعرف ادي بقى طاقة في بيتي في شغلي في حياتي كلها؟ ما هو اسألي نفسك، هاتي ورقة وقلم وشوفي انت اصلا الشغف، الباشن بتاعتك دي اصلا انت عايزة توصلي منها لإيه. لو انت باصة على النهاية يبقى هتفقدي الشغف. ليه؟ لأن النهاية ممكن تطول، تمام؟ لكن لو انا enjoying الجيرني، انا بستمتع بالرحلة، بستمتع بالبيبي ستيبس، بكافئ نفسي بكل بيبي ستيب بعملها، يبقى انا هبقى مبسوطه. لو ما ببصش على، انا مثلا نفسي ابقى، يعني معظم دلوقتي عايز يبقوا بلوجرز وانفلونسرز ومش عارفه ايه، فبيشوفوا الناس اللي عندها بالملايين، وانا حته واحده عندي مثلا 10,000، انا امتى هوصل؟ انا باصه للمليون. طب ما ابص على البيبي ستابس بتاعتي وكافئ نفسي بيها، برافو ده انا عملت حاجه. ايه الهدف اصلا؟ الهدف ان انا ابقى مشهوره وكل الناس تتصور معايا ويجي لي بقى اوفرز وفلوس ومش عارفه ايه، ولا الهدف فعلا ان انا أوصل رسالة. اوصل رساله؟ اول حاجه النيه. انا نيتي، انا مثلا لما باجي اعمل فيديو نيتي انه يوصل لفعلا للناس اللي محتاجه ان هو يوصل لها. وصل ل10، وصل لمليون، دي كانت نيتي، يعمل اللي يروح فيه. فانا الباشن بتاعتي ان انا يعني ابص يعني اشوف البيبي ستابس بتاعتي وكافئ نفسي عليها، ودايما معايا ورقه وقلم واشوف ايه هدفي اصلا، انا هفيد المجتمع بايه وهفيد نفسي بايه، وانا عاوزه اصلا من الرحله دي اوصل بيها لفين. فده مهم جدا. ساعات بقى ساعات وساعات بقى بقفل كل كلنا. حاجه وان انا مش عايزه اكمله. انا بتكلم على كلنا. طيب اعمل ايه؟ اختلي بقى بنفسي شويه، اشوف انا الكوبايه بتاعتي مليانه ليه، انا ستريسد من انهي ناحيه. عارفه طبق بالليل كده فيه ميه بملح ومش عارفه ايه، واحط رجلي فيها واعمل ديب بريثنج وريلاكس. ما هو زمان كانوا بيعملوا كده على صح، طول، لما الراجل كان بيرجع بالليل بالظبط الست بتجيب له الطبق امينه اللي بقى فيه رقة. بالظبط، بتسحب كل الطاقه السلبيه من الجسم، تسحب كل السموم والامراض. ابتدي اعمل تابينج. التابينج حلو هو ايه جدا. موضوع التابينج ده؟ عشان انت قلتيه في الاول كنت عايزه اسالك، بس قلت بلاش اقاطعك، فعايزه التابينج افهمه. هي في مناطق في الجسم بتبقى عملوها الصينيين، بيحطوا فيها الابر الصينيه. طب بدل ما اقعد احط ابر صينيه، مجرد ايديكي، واحنا اتفقنا ان ايدينا فيها الشفاء صح؟ انا عملته في ظهري الابره دي قبل كده عشان عندي مشكله في ظهري. ما حلو جدا. انت عندك مشكله طيب مع فقدان السند او مشكله مع الفلوس؟ عديتي بازمه فلوس او حاجه؟ كلنا. سؤال محرج، عارفه؟ لا بس يعني فلوس اون اند اوف، انت عارفه بيجيلك ساعات اوقات ربنا بيكرمك فيها وفي اوقات بتبقى صعبه واوقات سهله، ما يعني كلنا، طبيعي بس يعني. ما انا هقول لك على حاجه، ما كلنا بنمر بنفس الظروف، بس استقبالي انا للموقف مختلف. حد قوي يستحمل وحد تاني مش بيحس ان يستحمل. هو انا مش قادر. استقبلته ازاي؟
يعني انا يعني مثلا تعرضنا لخيانه مثلا احنا الثلاثه، كل واحد فينا استقبله ازاي؟ انا استقبلت بيه ان انا اتعلمت درس وهبقى قويه وهعرف اختار المره الجايه، انتي حزنتي وانا ما اتخنش وانا مش عارفه ايه وخدتيها على نفسك قوي، وانا خدتها ان انا وحشه ومش محبوبه لومت وشكلي نفسي. وحش وانا كل واحد خدها بطريقه، وكل واحد فينا بتضرب في منطقه في الجسم، في اللي بيعرف يخرج منها وفي اللي بتأذي جسمه توصله لأمراض. فأنتي كلنا بنمر بأزمات، بس أنتي ممكن تكوني خدتيها بحتة بزاوية تانية. فأنا أعمل إيه؟ أعمل تابينج. تابينج ده يعني إيه؟ باخد نفس جامد عميق، النفس معانا في كل حاجة عشان اوكي، نبقى اللي هو متفقين. البطن تبقى فيه منفوخة. خلاص، وأسأل نفسي أنا الشعور ناحية الموقف ده بإيه؟ أنا مثلا فاقدة الشغف، انا فاقده الشغف ناحيه الحاجه اللي انا بحبها، تمام، حاسه بيها مثلا بالتوتر او بالقلق او بالخوف، خوف من النجاح مثلا. خلاص، طيب انا حاسه بالخوف من النجاح، كام من 10؟ واحد يعني يعني قليل، 10 عالي جدا. خلاص، هبتدي اخد نفس عميق واعمل تابينج في نقط معينه. خلاص، بالرغم اني حاسه بالخوف من النجاح، إلى إني بحبك يا جسمي وبسمح لك إنك تحس بالإحساس ده، بالرغم إني نفس الحكاية هنا، الخوف من الشغف، الخوف من الشغف هنا، هنا تحت عظمة الترقوة. خلاص، ممكن هنا راسك، إيديكي، المنطقة دي مهمة قوي، في ناس بتحب منطقة معينة، لا مثلا هنا اللي هي بيسموها العين الثالثة تحبها قوي، في ناس تحب تحت الترقوة هنا انها تخبط. انت هتحسي يعني مش لازم تمري بكل، طبعا لو هتحسي مريتي بكل بالمعنى النقط عشان دون تجربي ايه الطريقة اللي هترتاحي فيها. بالظبط. طب انا عملت ده، بعدها اسأل احساسي بالخوف ناحية الشغف، ناحية ان انا ناجحة قد ايه، كام بقى، كام من 10؟ بقى 8 من 10. حلو، كملي كملي كملي. في الاول ممكن تحسي تقولي ايه الهبل اللي انا بعمله ده، ايه ده، مره في مره في مره في مره هتبتدي مشاعرك احاسيسك تتحرك مع اللي انت بتعمليه، فهيبتدي فعلا تحسي باحساس اشعره، تحسي ان انت عايزه في تعيطي، تواصل. تحسي ان انت عايزه تنامي، تحسي ان يجيلك دور برد، كل دي مشاعر متخزنه جواكي بتبتدي انها تطلع. تخرج بره الجسم. فمهم جدا ان احنا نعمل التمرين ده. طب لو انا قاعده في وسط ناس عادي جدا، وانا بكلم عادي جدا، وانا جوايا خلاص بقول متبرمجه بقول وحافظه بقول الكلام، اهم حاجه ان انا اقول له ان انا متقبلك وبحبك على اي حال من الاحوال، هو ده نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم الاخرين، فانا ده الاول، وبعدين ادور على اللي بره. مش هعرف ادي حد حاجه انا وانا من جوه مش مش سليمة. مديها لنفسي، يعني هتعصب على الناس الفور جرانتد في حياتي، هاجي بحترم مديري، بحترم صاحبتي في الشغل، بحترم مش عارفه ايه عشان مش عايزه اخسره، مش عايزه اخسر شغلي، مش عارفه ايه، واخزن اخزن 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 اخزن، هروح على ولادي على اهلي، اكتر ناس هياخدوا كل الانفجار جوايا، لان انا شايله شايله شايله. وزي ما قلنا ازازه الميه لما اشيلها ساعه، تمام، ساعتين بتبتدي ايدي توجعني، 3 ساعات 4 ساعات مش عارفه ايه، ممكن يحصل شلل في ايدي، وده اللي بيحصل، شلل في الجسم، صدمه شلتها يوم شهر سنه سنين، ده احنا بقى صدمات من اثناء الطفوله كل ده شايلينه جوانا، كل ده بيعمل تقل جوانا، فبنحس ان احنا انتوا خلصتوا صح؟ لا بس والله كلام جميل، وهتحس ان احنا خدنا سيشن مديتيشن كده ومع بالظبط. المشاهدين. ميرسي جدا يا دكتور ملك، نورتينا ميرسي ليكو جدا، وميرسي على وهنعمل الاستضافة التمارين الحلوة كلها. دي كلها. قولوا شكرا لي بقى ليك يا دكتور، الفيدباك. وان شاء الله كلنا والمشاهدين كمان يجربوا يعني اي حاجة هتحاول ان هي او هتساعد ان هي تدينا طاقة إيجابية، يا ريت نعملها نجربها، ما مش هنخسر حاجة حتى لو جربناها، ونشوف بعد كده النتيجة يعني جسمنا هيتفاعل معاها ولا لا. شكرا ليكي، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا. استنونا.